مرحبا فيكم مجددا، معكم سامي كرجي، واليوم بالفوتوشوب راح صمم صورة على وحي المناسبة للكريسماس. هلا هذا أول مرة هلا بصممها قدامكم، ماني مصممها قبل، بس كل اللي عملته حضرت الماتيريالز اللي بدوزهم حتشوفون هون قدامكم، وعلى وحي المناسبة راح لكم ينعاد عليكم بالصحة والعافية، وكمان هلا كمان جايين على سنة جديدة، إن شاء الله تكون سنة جديدة سنة خير وأفضل من كل السنين قطعناها قبل، ومليانة فرح، مليانة سعادة، مليانة رزق لكل العالم، وأكيد أهم شيء الصحة والعافية كمان. خليني بلا ما أطول كتير عليكم، انا حطيت صوره براسي، جمعت الماتيريالز على اساسها، يعني اللي فكرت فيه. فهلا ننتقل على الفوتوشوب، حاستعمل كرييت نيو، اي شيء بتروح على اللاينز بالفيو كلير جايد لاينز، حامر امبورت للصور اللي بدي استعملها، بدايه بالغزال، ميلكي واي، قمر، بالبيت. هلا في اشياء ما نفرقها، يعني هي جاي اوريدي ما فرغتها، بدي افرغها قدامكم لحتى كمان يكون في تيبس بالموضوع، منه فيها قصة تعليم. هعمل سوليد كولر بس لحتى تفرقوا شوي عن الباك جراوند. هلا في شيء سريع بالموضوع، انه في شيء اسمه بالإريزر ماجيك إريزر تول، نستعملها، فينا مثلا نكبس على الماوس او فينا نعملها راسترايز مانيوال، يعني رايت كليك على اللاير نعمل راسترايز، لان اذا كبست هون حيقلك هذا سمارت اوبجكت لازم تكون راسترايز، حتقول له اوكي حيحولها راسترايز وترجع تستعملها. هو هذه اسهل واحدة يمكن، فلحاله خلينا اعمله اوكي لحاله، بس تعمل لك اريزر هون وبيلقط كل شيء ماجيكلي. بداية هيك بلشين صح. هلا الشجرة بستبعد تكون يلقطها، حعملها راسترايز لاير. الشجر هيك دايما مشكلتهم لانه بضل فيه شوي ابيض. هلا بالشجر عادة حاستعمل طريقة يفضل تستعملها ولا تستعمل غيرها، حانتقل للشانلز يلي هن ال RGB red green blue. كل شانل مثلا هيدي ال red green blue، اذا بتلاحظوا الرد فاتحة، جرين افتح، البلو اغمق واحدة فيهم. انا هستعمل البلو، هستعمل هذه بنيو لاير، هكبس كنترول، قبل ما استعمل كنترول سوري، هستعمل هذه اللاير، هروح على الايمج ادجستمنت كيرف، لح اعمله حزيد كونتراست عليها لخليها بيور اسود وابيض، يعني اسود لحال وابيض لحال، ما يكون مثلا فيه رمادة. هستعمل بهالسلايدر هحركه على اليمين لتبين كلها سودة الشجرة، والأبيض يلي هو الباك جراوند إذا بحركه على اليمين بتلاحظوا إنه صار أبيض لحال. حاكبس أوكي. هلا هون فيني مثلا اكبس كنترول اي انفرت، وفيني خليها مثل ما هي، اكبس كنترول عليها بس كرمالها بعدين، يعني بعمل سيلكشن، حرجع على ال RGB لاير، على التري حكبس Alt Mask حتى يبين لي عندي. هلا بتلاحظوا في شوي على الطرف ابيض، سريع جدا حعلم على اللاير اللي هون، بين الفلتر Other Minimum، بالمينيموم في عند البيكسل اذا بدي اعمل له شيفت مثلا 0.8، لا 0.5 كانت منيحة، بيرفكت منا مشكلة. هلا هون بتعملوها راوندنس، اذا شفتوها مثلا سكويرنس بتلاحظوا هيك مربعات، لازم تعملوها راوندنس شكل اضبط بيطلع اوكي. وانا عندي هيك شيء بيرفكت. هلا بتلاحظوا هون في خيوط ابيض طلعت كمان، نستعمل لاير ماسك بالبرش تول بلون الاسود، بس لون هيك على الاطراف، يعني فيني اكبس هون مع شيفت اطلع لفوق بشكل سريع. هرجع للشي التاني اللي هو الشجرة التانية، هعملها كمان راسترايز لاير بالماجيك اريزر تول، ما يمشي الحال. نفس الشي الطريقة، شانلز البلو هعملها بنيو لاير، سوري نيو لاير، ايمج ادجستمنت كيرف هفوت زوم شوي، اسود اسود، ابيض ابيض، بيرفكت اوكي، كنترول برجع RGB لاير،
Alt Mask كمان Minimum Effect لحتى نشيل الأبيض لحواليها. عم بعمل بشكل سريع لأنه عملناها قبل يعني المفروض كمان Perfect. أوكي نفس الشيء الأبيض لحواليها اللي طلعوا شغلتهم بأنه باللاير ماسك Brush Tool Shift مع كل الزوايا ومنعلم علي هون بالستريت لاينز. الحياة سهلة شورت كاتس أسهل بتخليها أسهل يعني. بدي شيل هذه كمان هذا ما مني بحاجة إلها. أوكي هلا صار عنا كل شيء مفرغين. شجرة بيت. أوكي حروح على أهم بارت هلا الباك جراوند بدي شيلها لأنه ما محاوزة. الباك جراوند يلي هي الإيمج باك جراوند رح تكون هذا الشيء. بداية ونصيحة مني لكم كل شيء خلوا الباك جراوند تكون باك اب. كنترول جي وهيدي اللي عملناها ل دوبليكيت حعملها بجروب لحاله حسميه باك اب. اوكي يمكن ما استعملها بس انه خلص تركها. هلا هيدا اللاير بدي بداية يعني بدي فرغ الغزال عن الباك جراوند. حعمل دوبليكيت حيكون بلاير جديده وبكويك سيلكشن تول شورت كات دبليو على الكيبورد سيلكت سبجكت ان شاء الله تكون يعملها صح بيرفكت بس يمكن بدها تعديل شوي هون. اوكي الفوتوشوب بيعمل شغل جبار بس بدنا نعيد من ورا شوي ما في يعمل كل شيء. فبكبس الت وبعمل ان سيلكت للاشياء اللي ما بدي اياها فهيك الشغل اسهل. اوكي هلا كل شيء بيرفكت حتى من تحت مثلا نتاكد ما ضروري يكون هون كل شيء مثلا عامل سلكشن بهمني هو البارت اللي فوق. حعمل ماسك هتلاحظوا انه اذا بخفي كل شيء تحت بس بدل عندي هذا. هلا بدي اعمل دوبليكيت لهيدي بس لانه بدي بس هولي لوحدهم كمان. بعلم على اللاير ماسك برش تول وفيني امحو كلهم تمام. اوكي صار عندي هلا العراس وهولي الغزال والباك جراوند. هلا في شغله هون بالباك جراوند لازم نعملها. حامل كنترول وسيلكت لللاير هذا بس لارجع اخذ السيلكشن تبع الغزال لا هيدي. هروح على اللاير بتاعت الباك جراوند وبالسيلكت موديفاي اكسباند تقريبا 10 بيكسل. اوكي وبدي اهم شيء بدي ما تكون سمارت اوبجكت لحتى اعمل راسترايز لاير لحتى اعمل كونتنت اوير فيل بالاديت كونتنت اوير فيل. هيدي الميزة اللي بالفوتوشوب الحلوة انه بيعزل يعني بنظفها دغري بس بخلي الباك جراوند. ما حعملها نيو لاير حخليها على الكارنت لاير تمام اوتبوت تو كارنت لاير. هيك بس اوكي كنترول دي سيلكت حيصير عندي شغلة نظيفة. فبتلاحظوا انه هون في شوية تاج بما انها ضرورة بالكلون تول فينا نعملها مثلا نصلح بس هيك شيء وما ضروري يعني بس انه بحال. صار عندي الباك جراوند غزال لوحده والعراس لوحده. اوكي هلا الشغله الثانيه استعمل الماونتن. هلا حخبي كل شيء هو قبل الجبل حنعمل له بوزيشنينج مظبوط تقريبا هون. اوكي حعمل سيل ماسك لإله لأن بدي بالبراش تول بدي بس أعمله بشكل يكون فذر شوي أكتر كترت لازم نزغر البراش. أوكي بوزيشنينج شوي لهذا كل الصورة. اوكي تمام
هلا بما انه نحن عملنا جبل وراها احط هذا بالباك جراوند، راح اعمل سيلكت ماسك لها والشكل اللي فوق هو اللي ما ضروري يكون موجودين. فبالبراش تول كمان بالبراش تول راح باللون الاسود اكيد بس شيل اللي من فوق كرمال انه في لاير عند الميلكي واي يكون هذا شكل السماء. فالجبل عندي هلا في فرق باللون اكيد بيناتهم. هلا نحن عم نركب بعدين بنعمل ادجستمنت لكل شيء كولرز. هجيب الميلكي واي حطه ورا الجبل ورا الباك جراوند كلهم سوا لانه هي ابعد شيء، بعدين الجبل من بعدها بعدين اللايرون. اوكي نيكست ستيب يلي هي البيت. البيت وين بدنا نحط البيت؟ اذا بنحط الغزال هون البيت ورا الغزال اكيد الغزال، خلي الغزال اول وحده هون فوق لانه هي اقرب شيء للكاميرا. البيت خلينا نحطه اوكي هون. هلا اذا بتلاحظوا هون في العشب لحتى تكون رياليستيك شوي حروح على الخب هذه شوي، حروح على المحل ما في عشب منا محرزة، بس انه يعني بالكويك سيلكشن تول فينا نعمله في كذا طريقة، بس انه شوفوا انتو الانساب لكم والاسرع. يعني انا بعملها بطريقة هيك شوي تكون بيرفكت. رأيي بس من فوق هشوف البيت هون لا كله سوا. طيب هلا بنشوف كيف مع البيت. اوكي هاكبس عليها على البيت مع السيلكشن الت مع الماسك، دبل كليك على الماسك لحتى نعمل شوية فذر وشيفت ادج شوي فذر. اوكي تعديل شوي خفف الفذر، اعمل كنترول زد بس كنترول زد يعني شوية ادجستمنت بدل شوي وقت، خاصة اذا عم تصمم صورة هيك ارت فاين فاين ارت سوري. طيب تمام. هلا بعدين بصير عنا نرجع الجبل، في عنا الشجرة شوي المون، المون كمان قبل السماء بعد السماء سوري المون. اوكي هلا انتبهوا لانه الاوتو سيلكت انا عامل هون سيلكت، حشيل الاوتو سيلكت حط المون وغير الجهة. طيب اوكي هلا حرجع للشجرة شجرتين. طيب طريقة توزيعهم حنحط واحدة ورا البيت، معقول تكون هيدي؟ طيب هيدي واحدة ورا البيت هيك والتانية ورا الغزال. طيب بيرفكت. هلا ركبنا كل شيء، بدل علينا انه نعمل تنسيق الوان لبعض. هلا بتلاحظوا هون في خط ابيض يلي هي للشجرة هاي. اوكي هلا يمكن مش مبين عندكم على يوتيوب بس مبين عندي هون لحتى تكون مش مزعجة للنظر، بدي اشيلها. ومن تحت كمان نفس الشيء اذا في. اوكي هلا نعدل الالوان بين بعض. بالنسبة للأرضية فينا نعمل Hue Saturation أو Color Look Up Table، ممكن نستعمل شي Blue. أوكي فينا خلينا نشتغل ماني ولا حتى ما نستعمل. هستعمل Hue or Saturation. لازم ضروري تكون هذه كابس Alt بس عم بشتغل لللاير اللي تحتها. هستعمل Colorize Saturation خليها تكون بالنص 50، وهستعمل لون الليلي يعني اللي تقريبا باللون الأزرق. هزيد Saturation غمق شوي. هلا ما تعطلوا هم اللون 100%. هستعمل البلاند تول لمولتبلاي
خليها ملتبلاي. هشوف اللون اذا الاقرب مثلا نشوف اللون للملكي واي تقريبا هيك اقرب شيء. تمام هيك بس دبل كليك على جنب اللاير هون. بالنسبه للاندرلاينج لاير هيك بس الت وعلى الطرف هاي بس لرجع الهايلايت تقريبا شوي هون. اوكي تاني شيء فينا نعمل مثلا نرجع للاير تحتها استعمل الكيرفز بس بدي اعتمها شوي لانه شكل الليل فينا من هون. نفس الشيء كمان للجبل فينا نستعمل نفس الطريقة فينا نعمل دبل كي بس خلينا نرجع نعملها من يو ار ساتوريشن لإله لحالها كمان الت و كولورايز بلو هستعمل مطلب ملتبلاي واللون تقريبا بيرفكت هذا اللون. اوكي تمام كولورايز شوي ودبل كليك نستعيد شوي الهايلايت بيرفكت. كمان ما تنسوا الاكسبوجر لكل صورة مثلا نخفف شوي تكون اضاءة ليلية. اوكي ما في مشكلة. اضافة لشغلي انه هون بتلاحظوا ما في اندماج بالصورة جدا فينا نعمل فيك شادو انه هون الجبل فينا نعمل فيك شادو. هلا بقول لكم طريقة هلا هعملها. هعمل دوبليكيت لللاير تاعت الجبل هيك بس كنترول جي. تمام فيها تكون لحالها بهون هيك بس كنترول تي على الكيبورد مع الكنترول ونزلها شوي لتحت تقريبا. اوكي هلا هون شو حيصير اعمل لها دبل كليك هون هعمل كولر اوفرلاي لون الاسود او مش لون الاسود اللون الشادو تبع هون بالبيك كولر. اوكي وفلتر بلور جاجن بلور حاطي شوية فذر اكتر من تقريبا. اوكي ودبل كليك على جنب لحتى رجع شوية هايلايت بس بنفس الوقت انا عملت شادو وما تعطلوا هم البيت وهول الشجر. هلا لهم طريقة تريك تانية بس مبدئيا بتلاحظوا انه الصورة صارت مندمجة مع بعضها والبيت هذا البيت شغلته كتير سهلة مع الشجر. راح رتب كل شيء هون هيدا الشجرة هيدا البيت. اوكي البيت راح اعمل نيو لاير هيك بس الت واكبس على تحت هيدي تابع على هيدي. هلا هون اذا شو ما ارسم مثلا بالبراش تول باخد اللون بيك كولر لهون شو ما اكبس بلون على بس جهة البيت ماجيك. طيب اللي حيصير هلا حاخد شادو بس انتبه هون في عندي لايت سورس. تمام يعني هذا هون مضوى حتكون بس الشادو مثلا حيكون بهالمناطق هون في ضوء هون في شادو فحلون شوي هون. اذا بدكم بتخففوا اوباسيتي او بتخففوا الاوباسيتي تبع اللاير بس بفضل انه تكون الاوباسيتي تاع البراش بهاللون. تمام عم نعطيهم شادو لهول. هلا خلي شوي هون في إضاءة هلا فيني اطلع لبرا بس بدي ارجع امحي من فوق. هلا بلكن ما بنمحي بس بنعمل برش الانفر تبعه هون شادو. هلا نحن عملنا اول وجه تمام تاني وجه حارجع كمان زيد على المطرح الشادوز كمان اكتر. اوكي هلا المناطق اللي ما فيها شادوز هروح استعيد او هعمل ضربة شوي صغيرة للشادوز بس لغمقها شوي و بالبراش تول هعمل انفرس بالابيض سوري
اوكي اوكي بالبرش، بس مش كمان بالاسود. راح استعمل هون بالكلير، تمام، بالمود نورمال هون كلير. هون بصير العكس، يعني كاني عم بمحي مطرح ما انا عملت بالبرش. طيب هلا ما حنعطى الهم، في عنا شادو هلا بنزيده كمان. الشجرة نفس الشيء كمان، نيو لاير الت، وحلون كمان محل هون، حلون بالنص لأن أكتر شيء بكون غامق، أو حأترك الأطراف لأنه حيكونوا في هايلايت. أوكي، ونفس الشيء هون الشجرة، بس هون الشجرة لا خليها للآخر لأنه بدنا نعمل فيها شغلة كمان. بعتقد كتلنا شوي، خلينا نخفف له. اوكي، بالنسبة للشادو كمان نفس الطريقة تعيد الجبل اللي عملناه له، دوبليكيت لهيد اللاير وترانسفورم، يعني هذه اسرع طريقة فينا نعتبرها. تمام، دبل كليك لها، كولر اوفرلاي شادو. اوكي، سيلكت فلتر، سوري فلتر بلور جارجين بلور، نشوف اقرب شيء لها. بيرفكت. طيب اللي علينا نعمله بس بالماسك بلور، بدنا نخفف شوي هون لان هون في ضوء قمر. اوباسيتي، تمام. هاي الشجرة، البيت كمان نفس الشيء، دوبليكيت البيت التاني اللي تحت، رايت كليك كمان على نفس الطريقة من قبل، كولر اوفرلاي جارجن بلور. اوكي، هلا في هون شغله لازم هون نعمل شادوز، نزيد الشادو باللاير هون لتكون شوي مندمجه مع الشادوز تاعنا. فهرجع على البراش تول وحزيد شوي باللون، نفس اللون تبع الشادو من تحت، يعني بهالشكل. هتلاحظوا تعطي اندماج اكتر، هدول تكون 100%. وفيني كمان هون بزيد شوي، هستعمل نيو لاير وزيد شادو هون بس. اوكي، اوكي، وبدنا نعود نتاكد من الشادوز انه في هايلايتس بالباك جراوند، مثلا مثل هون فينا نرجع هايلايت، شفت الهايلايت هول نرجعهم، ونفس الشيء كمان للشجرة اللي عملنا لها شادوز. تمام، هلا هون في شيء مش منطقي، كمان منعود على البيت بالبرش. بعتقد هيك افضل. انا مغمق شوي بالعشب هون لان منا منطقية، كمان نروح الكيرز نغمق شوي بهالشكل. اوكي، هيك اضبط. هلا بعد في كمان الفاينل لوك تبعه. هلا بنجي للغزل، هرتب كل شيء. الغزل هلا فيرست خلينا اعمل هول بجروب لحاله، لان هون في شوية كم شغلة بدي اعملهم. بداية بدي اعمل فلتر بلور جارجن بلور. حبلش، سوري، اول شيء بدي اعمل راسترايز لاير لها لتكون لاير لحاله، او convert to smart object، سوري، اعمل رايت كليك convert to smart object، convert to smart object لتكون لحالها. هلا حعمل فلتر بلور جاجن بلور. حبلش بشي معقول يلي هو مثلا 5. تمام، اوكي، حط الغزال هون.
رح اعمل البلندنج تول تبع اللايتن. اوكي كمان رح اعمل دوبليكيت، هروح على الجاجن بلور احملها 10، كمان دوبليكيت جاجن بلور 20 دوبليكيت. تمام هلا هون هعمل كمان convert to smart object لهيدا الفولدر، او فيني مثلا ما اعمل smart object، هستعمل hue saturation هستعملها بس لتحت، colorize و لون الاورنج وينك. اوكي saturation تمام، اعطيها كمان على السكرين، وخليني هذه اعطيها comfort smart object اضبط. الان بدي كمان اعطيها opacity واطي مع glow effect outer glow. تمام outer glow لازم يكون بنفس اللون اللي هون range. اوكي عملنا شيء لهون، هذا اللي عم فكر فيه كنت قبل، وحامل هذا كمان بقى بجروب. تمام هلا بيجي لهذا الغزال اللي هون، حامل دوبليكيت وهستعمل نيو، بس هستعمل نيو لاير بيرفكت، هستعمل البيك اب هون كلر وحا اعطيها لتحت. هلا هذا الباك لاير رح اخبيها شوي، هيدي بدي لون فيها الهايلايتس تاعون هون، خفف اوباسيتي تبعت البرش. تمام فينا ارجع هون على الكلير، خفف اوباسيتي شوي وهون للهيد اللاير حيخفي هون شوي، ما ضروري كلها بس انه حيخفيها. هيدي حعمل كمان hue or saturation colorize بس لهيد اللاير، alt ما تنسوها، وكمان على لون اللي عملنا قبل سابقا. تمام هاي شغلة، هرجع لهون. هلا بهيدا الماسك تول هاكبس برش، هعلم اوباسيتي شوي عالية، وهون تحت ما بحاجة لإضاءة تعيطها 100%. تمام وهون حبلش اعمل اوباسيتي هون شوي واطن، اوكي هلا هون في شغله، لانه بما انه كمان بده شادو فانا على هيدا اللاير بال الماسك لاير لهيدا الغزال لحاله يعني اللي هيدا، راح بس على الطرف راح خفف الادج تبعونه، يعني انتبه هون الاوباسيتي للبرش 24 بدي اياها 24 بس لحتى اعمل بهالشكل. اوكي هلا لونا، هلا حنعمل شادو للغزال دوبليكيت مثل ما اتفقنا، ونفس اللاير هاي نفس الشيء حعمل دبل كليك كولر اوفرلاي. اوكي فلتر بلور جاجن بلور، اوكي فينا نعمل كونفورت تو سمارت اوبجكت كنترول تي لانه ما معجبتني لازم اعمل له ووب حتى تبين هيك. اوكي
هلا هون بدي كمان ازيد شغله باللاير، بدي اعمل فوق منه هون نيو لاير، بدي استعمل البرش تول opacity شوي 43 بهذا اللون، بدي لون شوي الجري للغزال لحتى يبين شادو عن جد. اوكي بالنسبة للشجرة هلا نرجع لمكان الشجرة هون. هلا بالنسبة للشجرة حنعمل نيو لاير وحنزل هيدي لتحت، وبنفس البراش تول حلون عليها كمان مرة تانية مرة تالتة، بس هون رح اعمل كمان كلير لانه هون في ضو، فاكيد حتضوي الشجرة شوي هون، حعطيها لون بهالطريقة و حعطيها كيرف نيو لاير كيرف كمان لتحت وحلونها، بس حعطيها لون ذهبي اللي هو حزيد شوي احمر تمام. حتى ما اثر كل الشجره بلونها سوري. باللاير ماسك راح استعمل بالبرش تول، بدي ارجع لون الاخضر شوي تبعها، بنفس الوقت بدي سوري نورمال شوية ادجستمنت، واكيد الكيرف بدي سوري بدي الهايلايت والشادو بيرفكت. هلا شيء لانه ما عم يتاثر من ورا الشادوز، لان انا ماني عم بستعمل هاد اللاير اللي من ورا، فينا اعمل دوبليكيت لها وكمان هيدي لتحت هون انفرت لهيدي الشي هون، واكيد بدي اعمل ريسيت لهاي ونزل شوي بالكيرف، فبتلاحظوا انه هلا عم ياخد شوي من ورا، عم ياخد الافكت اللي من جهة ورا. بدي زيد هون الشادوز. في عنا القمر هون حطي جلو افكت يلي هو اوتر جلو، اكيد اللون تبعه بلون القمر، و سايز اوكي. هلا بدنا نعطيه شوية سكرين كيرف لإلها، طيب تمام. هلا دمجنا الصور على بعض وعطيها عطيناها اللون الذهبي هون، حعدل شوي باللون لان opacity حطيها اوكي. اخر شيء بدي اعمل نيو كيرف لكل شيء للصوره باكملها. راح ازيد هايلايت وشويه شادوز، حعمل كراش للبلاك، زدنا شادو كتير حوطي شوي. وفي شغلة ما عملناها انه ما عطينا كمان جلو افكت هون، سهل جدا راح اعمل البيت اللي هو اولد هاوس هير، حعمل نيو لاير لإلها بالبرش تول opacity هالقد نفس اللون هون، هعمل بلون احمر. اوكي فيني مرة تاني كمان على اللاير اعطي ضوء اكتر وخفف شوي opacity، بكون عنا الجلو افكت. كمان هون اعطي هايلايت تمام. حرجع على الكيرف اكتر هون. هلا في شغلة هون لازم يكون يعطي ضوء، راح باللاير اللي ضفناها حنعطي جلو افكت بس باوباسيتي كتير واطية، وهذا الافكت راح اعمل دبل كليك عليها الهايلايت
كمان رح ازيدهم. تمام بالإريزر تول بس ادجستمنت صغيره. تمام هلا في عند بس تقريبا خلصنا كل شيء. كيرف اوكي هيدي صوره يلي عملناها اليوم بالنسبه للكريسماس. ان شاء الله تكون عجبتكم. واكيد نحن عملناها بظرف ساعه تقريبا او اقل من ساعه منيح. ف فيها تكون كمان بيرفكت اكثر قد ما حطينا شغل. بس انا حترك هذه النتيجه. يعني ان شاء الله كل سنه وانتم بخير وينعاد عليكم وبشوفكم بفيديو جديد. باي.